تزامنا مع حلول المولد النبوي الشريف، أطلق مجمع البرج والصعصاع للتنمية الفلاحية بالطويرف معرض المنتوجات الفلاحية بالجهة، وذلك لتثمين منتوجات زجوجو ومشتقاتها. كما تعرف التويرف معناها معروفة بالزجوج ومعروفة بالغابات نتاعها، هذاك علاش احنا حبينا نثمنوا المادة نتاعها وحبينا المعرض هذا يكون متزامن مع المولد النبوي الشريف. هذا المعرض الذي يمتد على 3 أيام يتضمن منتوجات الجهة كالعولة والزجوج والعسل البيولوجي، إضافة إلى عدد من المنتوجات الغذائية ومنتوجات النسيج اليدوية. علاش الفكره معناها جت تو وفي الوقت الحالي؟ عندنا برشا ساعة عملنا لهم تكوين دي فورماسيون في اختصاصات معينه، كسوا في العسل ولا في تربيه النحل او في الكليم الفني كما تشوف او في تقطير زيوت او كذا، كلها ولت يد عامله مختصه. هنا ولت عندنا ناس بروفيسيونيل في الانتاج الواحد عن طريق المجمع التكوينات صارت هذه عندنا نحن. حبينا نثمنوا المنتوجات هذه بطريقه تكون المعارض اللي عندها دور كبير ياسر في تثمين المنتوجات هذه. ويهدف هذا المعرض إلى التعريف بالمنتوجات التقليدية والحرفية بالجهة، وتمكين الحرفيات من فضاء لترويج منتوجاتهن، وخاصة ثمار الزجوج ومشتقاتها والتي تعد مطلب العائلات التونسية مع حلول المولد النبوي. هذه فرصة للشباب باش يعرفوا بمنتوجاتهم، باش يقدموا شنو عندهم جديد، وفرصة باش حتى احنا نتعرفوا على المنتوجات متاع الحرفيين الاخرين وناخذوا فكرة، تبادل معناها الافكار بيناتنا كشباب. من رايي معناها في بلاصه انه تكثرت كما كثرت تو الهجره والواحد، نرى انه باش نثمنوا منتوجات بلادنا ونبقوا في بلادنا. علاش ليه نحن الحاجات التقليديه هذيك اللي لازمنا نثمنوها، تعلمناها نحن من عند امهاتنا واجدادنا، نثمنوها ونعملوا لها الكرياتيفيتي نتاعنا نحن، لمسه جديده هكا مع حاجه تقليديه تولي تظهر في احسن حله لها. وتعمل عدد من المجامع الفلاحية على تأطير حرفيات الجهة وتمكينهن من الفرص والآفاق لترويج المنتوج وتثمينه.